أستاذ خالد، كونك صحفي مثل ما ذكرت قبل شوية، كيف ساهمت الصحافة بأنك تدخل هذا المجال، المجال المسرحي؟ ما شاء الله أنت مؤلف ومخرج أيضا، فكيف هل كان لها دور أنك تدخل في هذا المجال؟ الصحافة طبعا تلعب دور كبير جدا في هذه المسائل. يعني أنت الآن لما تكتب، لما أكون داخل المدرسة يمكن يراه فئة قليلة، لكن على مجال الصحافة تنتشر المسائل بشكل كبير. يعني في مسابقات، في مشاركات، في يعني قبل يومين، يمكن اليوم في خبر في الخليج عن مناقشة النصوص. تم مناقشة النص على مستوى عالي جدا، وذكرت فيه أشياء طيبة عن النص. فالصحافة فتحت لنا آفاق كثيرة جدا ممارستها، وفي نفس الوقت يعني المواصلة على إنه الواحد يكون متابع في العمل الصحفي. أنا ما تركت الصحافة، بل أتابع بس على البعد. على بعد، لكن ما زالت هناك اهتمامات للصحافة. جميل. أستاذ خالد، غير أنك تحب الصحافة ومجال الصحافة، أنت أيضا معلم ومشرف مسرحي. فبما أنك معلم ومشرف مسرحي، كيف تشوف إقبال طلبة المدارس على هذا المجال، مجال المسرح؟ أتكلم بشكل يعني عن تجربة. في شغف وحب كبير للمسرح من قبل الطلاب. في بعض الدروس تقدم يمكن الطالب يحس بأنها غير مهضومة، لكن قدمها له في شكل دراما، في شكل مسرح، يندمج معك ويفهم أكثر. أنا عندي في الجروب الآن المسرح يمكن 16 طالب، لكن لو أول ما فتحت على أساس أنه أفتح العضوية يجيروا طلاب، جوني أكثر من 50 من مختلف صف 10، صف 11، صف 12. في اهتمام كبير جدا بالمسرح، وبعدين في تزوق. يعني خلينا أقول الشعب الإماراتي يتزوق المسرح بشكل رائع. جميل. بما أن في هناك عدد كبير من الطلبة يحبون هذا المجال وعندهم مواهب في المسرح، كيف يكون دور المسرح المدرسي في إبراز هذه المواهب؟ صحيح، هذا سؤال جيد جدا يا أستاذة. نحن ذكرت في الأول، قلت إنه مثلا إذا كان الطلاب موجودين فازوا بشيء، هذا حصل على المركز الأول. طيب هو كاتب ليه بس؟ خلاص، شو ما بعد الكتابة؟ لابد أن نراعيه، نشكل خلينا نقول فريق عمل يتابع هذه الموهبة ووصلها إلى آفاق عليا. نحن من العرض المسرحي الآن تم اختيار 2 من الطلاب عشان يشاركوا في الكويت. حلو. يعني تلمسوا بعض. في بعض الجهات، وزارة التربية والتعليم سمعت بالعرض، يعني وجات حضرت العرض، رشحت العرض على أساس إنه يكون هذا أفضل عمل، يعني أو بمعنى يشارك في مسرحة المناهج. المسرح ممكن يخدم خدمات كبيرة جدا، ويمكن نحن في اللغة في المرة فاتت طالبين ونطالب تاني. أتمنى أن يدرس المسرح مثله مثل الموسيقى والفنون، أن يكون مادة أساسية ولديها مشرف ولديها ومنهج وامتحان وكل. نعم. إنزين، غير هذا العمل، عمل مدينة أستاذ خالد، عندك عمل آخر ياس تشتغل عليه الحين؟ والله أنا قلت لك أنا كاتب صحفي، بكتب مقالات، لكن أول ما جيت يعني عندي خلينا نقول بديت في سنة 2000 في مدرسة في أبو ظبي. نعم. مسرحية اسمها فلاح. السنة بعد منها مسرحية اسمها الماضي حازت على المركز الأول برضو تأليف وإخراج. مسرحية اسمها النخلة. السنة اللي فاتت شاركنا بمسرحية شكسبير النكع عقدتي، وهذه السنة طبعا ما شاء الله، يعني كل سنة عندك مسرحية تدخل فيها مسابقات وتشارك فيها. الحمد لله، الله يوفقك إن شاء الله. الله يبارك. غير هذا أنت يعني أيضا تقوم بتنظيم دورات مسرحية لمحبي المسرح، فشو نوعية الدورات أو شو المواضيع اللي تحب أنك تتناولها في هذه الورش والدورات؟ والله يفترض مفاهيم الدورات تعتمد على أساسيات المسرح. بعض الناس أو بعض الطلاب خلينا يعني في عدم ثقافة لفهم أبجديات المسرح، يعني الحركة، الصوت، هذه يعني مثلا عندنا إعداد الممثل، الكتاب الكبير بتاع ستان سلافيسكي، كيف إنه نعيد ممثل يكون ممثل جيد. نعم. لأنه الفكرة في النهاية حتى التقييم يتم في الأعمال يتم على الأداء. احنا عايزين طلاب أداؤهم يعني جيد، نطلع منهم خلينا نقول يعني ممثلين أوكي، كتاب قصة، رواء. نعم. أستاذ خالد، كيف تشوف الحراك المسرحي في الدولة، وكيف تشوف اهتمام الدولة في هذا المجال؟ نعم. كيف تشوف الحراك المسرحي في الدولة، وهل تحس أن هذا المجال محصل الدعم الكافي؟ والله الحراك يمكن بدأ من فترات بعيدة جدا، والآن واصل إلى مراحل عليا. وأنا أتوقع أن هناك الإمارة السباغة في هذه إمارة الشارقة. أكيد بالطبع. يعني نتذوق أيام مسرحية جميلة جدا، أيام الشارقة المسرحية، مهرجانات القصيرة، حتى نربط المسائل في 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 فهم يعني متناسق وفهم عالي جدا. يعني دائرة الثقافة والإعلام، وزارة الثقافة والإعلام مهتمة بالمسرح، التلفزيون، الإذاعة،
انا بالمناسبه من الناس المدمنين على استماع للبث المباشر والاذاعه، وبكون جاي في الطريق والاعلانات الجميله يعني بحس بانه في 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 شغل، في جهد، في ابداع. تجبرك الاذاعه بانك انت تسمع تشوف برامجها المختلفه، تحس بانه في اهتمام كبير من القياده الله يحفظهم ايوه بتوفير كل الامكانيات انه الناس تصل لمراحل، في كوادر مؤهله بشكل كبير. يعني تحس بانك انت في في مدينه اعلاميه، في يعني يعجز الكلام يعجز التعبير عن شيء جميل. طبعا استاذ خالد ابراهيم محمد جاويش معلم ومشرف مسرحي في مدرسه الخليل بن احمد، رد مبارك لهذا الفوز وتستاهل، والله يوفقك ان شاء الله في كل اعمالك القادمه. كل الشكر لك على هذا الحضور. شكرا جزيلا يا استاذ، الله يعطيك العافيه.